طيب. اختيارك. عدنان المعبد المتحدث الرسمي لاتحاد كرة القدم. استاذ عدنان حياك الله معنا. حياك الله يا استاذي، حياك الله. بادي اجتماعكم هنا قبل يبدا ها؟ الله يعطيه العافية ان شاء الله. معي عبد الله العجلان الاعلامي الرياضي وايضا زميلي الاعلامي ايضا ناصر العساف. ابدا الحديث معك في البداية عن معرفة ابرز الاوراق اللي تطرح على اجتماع اتحاد القدم يوم الغد. في البداية طبعا احيي الاخوان الاعزاء الموجودين معك. لك التحية. يوم الغد ان شاء الله باذن الله حيكون طبعا الاجتماع القادم للاتحاد كرة القدم، وحيكون طبعا على جدول الاجتماع كثير من المواضيع، لكن من اهمها طبعا يعني تقرير فريق العمل وشكل لمطابقة الشروط ومعايير المرشحين للجان، وبعد ذلك طبعا حيتم ان شاء الله يعني ترشيح رؤساء اللجان يوم الغد ان شاء الله باذن الله، سواء اللجان الدائمة او حتى اللجان القضائية. حيتم استعراض طبعا اسماء اللجان القضائية، حيترك طبعا لرئيس كل لجنة بعد الانتخاب بكرة ان شاء الله سواء بالتصويت او بالتزكية اذا كان هناك مرشح واحد على لجنة معينة، حيطلب طبعا من رئيس اللجنة اعطاء فرصة كاملة لاختيار اعضاء للجنة، ويتقدم طبعا باسماء الاعضاء يوم 22/5 ان شاء الله في الاجتماع القادم باذن الله لتسمية جميع اعضاء اللجان. وهذا طبعا الشيء الاساسي بكره ان شاء الله. من ضمن طبعا الاجنده الاجتماع ان شاء الله حيكون اللي هو موضوع اللجان الخاصه التي تم استحداثها في الاجتماع السابق في جده. هناك لجنتين خاصتين حيتم طبعا استحداثها حتى نهايه الموسم الرياضي، وهي لجنه العلاقات الدوليه ولجنه المنتخبات. طبعا انا اقصد حتى نهايه الموسم الرياضي الحالي لسبب رئيسي، بانه هذه اللجان الخاصه مرتبطه عاده بموسم رياضي. بعد ذلك طبعا حيتم الرفع للجمعيه العموميه باقتراح بان تكون هذه اللجان لجنتين خاصتين تكون لجان دائمه ان شاء الله. وبعد ذلك طبعا حيتم ادراجها ضمن النظام الاساسي لاتحاد كره القدم، وحيتم يعني استمرارها حتى نهايه فتره الاتحاد الحالي. هذه يعني تقريبا يعني اهم محاور اجتماع يوم الغد ان شاء الله. طيب استاذ عدنان بدخل معك في تفاصيل دقيقه طرحت اليوم في حلقتنا. انتم لوائحكم في 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 بقيه اللجان وبعض اللجان تحتاج تعديل؟ غير واضحه؟ عفوا لو تعيد لي السؤال شوي بالصوت. اقول لوائحكم اللي موجوده في بعض اللجان اليوم، شفنا لجنه استئناف تتساءل عن ايقاف لاعب فهد ثنيان حارس التعاون لفتره 6 أشهر قبل نقض العقوبه، وهذا يخالف ما يدعو له الفيفا انه ما يوقف اللاعبين فترات طويله. انتم لوائحكم تحتاج عدد صياغه؟ اللوائح تقصد اللوائح؟ اي اللوائح. طبيعي 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 اكيد، يعني في جميع اللوائح طبعا الموجوده اكيد، يعني هناك مشاكل كثيره يحدث خلال هذا الموسم، يعني واكيد انه تحتاج يعني لوائح الاحتراف اعتقد يعني من اهم اللوائح اللي تحتاج لاعاده النظر فيها وادخال يعني بعض المواد التي يعني احنا نرى من القرون طبعا ادخالها. وهذا طبعا هذا الموضوع معني فيه الاخوان في لجنه الاحتراف، وحيتم ان شاء الله يعني العمل في هذا الاتجاه. لائحه الانضباط اليوم عندنا تداخل، احنا عندنا اليوم يعني بعض المشاكل موجوده اليوم خصوصا يعني في القضايا الاخيره يعني بين الاحتراف والمسابقات والفنيه والانضباط، يعني في امور اجرائيه واداريه غير واضحه المعالم. اكيد انه لابد طبعا من احداث يعني تغيير في منهجيه العمل فيما يخص اللجان، فيما يخص احاله القضايا الى لجنه الانضباط. ليست كل قضيه يعني معنيه في لجنه الانضباط. الشيء الاخر انه اللجنه الفنيه اليوم وكما السابق يعني كنا يعني دورها دور يعني حتى تدخل في قضايا العقوبات وتدخل في قضايا الايقاف، واللجنه الفنيه طبعا ابتداء من الموسم الرياضي القادم ان شاء الله بعد التشكيل الجديد حيكون عملها يعني عمل احصائي وعمل تطوير لمنظومه كره القدم، يعني انه تعنى هذه اللجنه في فيما يخص تطوير كرة القدم من جميع النواحي. طيب. سواء من خلال الفرق الأندية أو من خلال المدربين أو الحكام، يعني تكون معنية بإعداد دراسات، وهذا ما هو معمول فيه في الفيفا وما هو معمول في الاتحاد الآسيوي، ولكن طبعا جرت العادة أنه يعني أنه اللجنة الفنية معنية في قضية إيقاف لاعبين وخلافه. يعني يجب أن يكون هناك يعني فصل بين السلطات وبين المسؤوليات. جميل. كل لجنة على حدة وتكون الامور واضحه ولا يكون هناك تداخل في اعمال هذه اللجان. جميل. استاذ عدنان بصراحه السيناريو اللي قالها ابو تركي اللي حيصير بكره انه والله في اتفاقيات مسبقه لتصويت على اسماء، في تحزبات موجوده،
في فرق موجوده داخل الاجتماع انه كاشخاص متفقين على اسماء معينه، موجوده عندكم بكره باجتماع؟ شوف يا استاذي، طبعا اليه اليوم الغد ان شاء الله بالنسبه لاليه العمل لاختيار رؤساء اللجان يعني في اتجاهين، اتجاه اذا كان هناك مرشح واحد حيتم تسميته كرئيس اللجنه بالتزكير، اذا كان هناك اكثر من مرشح واحد تنطبق عليه الشروط حيتم التصويت بشكل سري لاختيار رئيس اللجنه. يعني انتم حط يعني في شروط استاذ عدنان؟ قضيه انه يكون هناك اسماء هنا وهناك، طبعا هذه يعني انا احنا في الاتحاد لسنا ناس يعني لسنا مثاليين الى درجه انه ما يكون هناك يعني في تفاصيل دقيقه او في يعني وجهات نظر متقاربه بين اشخاص معينه او في توجه معين، هذه امور طبيعيه في منظومه كره القدم، نحن بشر يعني، ولكن نحن معنيين ان شاء الله يعني من خلال منظومه الاتحاد ومن خلال الهم الاساسي اللي احنا نتحمله طبعا، وهو يعني مسؤوليه كبيره، مسؤوليه كره القدم وناس منتخبين يعني من قبل الانديه يجب ان اتولى امرها بشكل يعني واضح وفيه الكثير من الشفافيه ووضع الرجل المناسب ان شاء الله في المكان المناسب. انت مرتاح كمتحدث رسمي الاتحاد السعودي؟ والله يا سيدي شوف، انا يعني ما كنت رغبان كثير في هذا الوضع، مجرد انا يعني طلب من الاخوان لفتره مؤقته، وانا اعد ضيفك الكريم بانه يعني حتخلى عن هذا الموضوع عن هذا يعني عن هذا المنصب يعني خلال بعد تشكيل اللجنه الاعلاميه، وحيكون من ضمن عملها ان شاء الله هو وجود متحدث رسمي في هذه اللجنه ينقل كل ما يدور يعني في اتحاد كره القدم من خلال اللجان الى الراي العام والى الاعلام الرياضي بشكل عام. فبالنسبه لي يعني انا ارى في نفسي مهما قدمت انا مقصر، ولكن اتمنى ان شاء الله يعني الاشخاص الذين ياتون واكيد يعني من سوف ياتي اكيد انه حيكون يعني ذا خبره كافيه ان شاء الله ويقوم ان شاء الله بالعمل افضل ما انا قدمت في الفتره القادمه ان شاء الله. استاذ عدنان المعيبد المتحدث الرسمي لاتحاد كره القدم، شكرا لك على تواجدك وحديثك عبر برنامج ملعب، وترك اضافه اخيره؟ ما اعتقد ان الوضع اللي صاير في الاتحاد وتشكيل اللجان اعتقد ان كان في نوع من المجاملات في اختيارات، يعني انا اتمنى عندما يتم الاختيار غدا ان يظهر لنا المتحدث الرسمي او احمد عيد يوضح لنا كيف تم اختيار هذا الشخص لهذا اللجنه الفنيه، لجنه الحكام، متحدث اللجنه الاعلاميه، لجنه شؤون المختبات، لكن اشك منها رغم اننا اتوقع من اصلا يمكن سنعلم باسماء اللجان قبل ان ينتهي الاجتماع. ابو مشعل، حديث عدنان المعيبد في كفايه عما يحدث غدا في اجتماع اتحاد كره القدم، وانت تتفق او تختلف مع ابو تركي من خلال طريقه التصويت والاتفاقيات والتحزبات الموجوده في طاولة اتحاد القدم، خصوصا ابو تركي يقول انه قد يكون هناك اشخاص يديرون اجتماعهم خارج الطاولة. هو السؤال قبل التصويت من حدد هذه الاسماء؟ يعني الاسماء نفسها اللي ممكن يصوت عليها من حددها؟ يعني من مثلا التصويت على 2 3 4 5 6 التصويت، هل الاسماء هذه من يعني من قررها ان يتم التصويت عليها؟ هذا السؤال. انه هل الجمعيه العموميه داخل اتحاد الكره هل لها دور في هذا الموضوع؟ احنا دائما نطالب بان يكون دور الجمعيات العموميه في الانديه، وللاسف الشديد انه اتحاد كره القدم مغيب تماما دور الجمعيه العموميه. بس احب اذكر انول ابو تركي انه يتحدث عن قضيه الاحتراف، انه مش ضروريه انه يكون في احتراف بالنسبه للجان، وانه يعني انت قبل شوي سالت ابو تركي قلت له انه لازم يحاسب، هو قال لازم يحاسب لجنه الانضباط على قرارها بالنسبه لفهد ثنيان. انت اجبت يعني كيف يحاسب؟ يعني كيف تتم محاسبتها؟ وفعلا كيف تتم محاسبتها؟ يعني ممكن اي تخطئ اللجنه هذه او يخطئ الشخص هذا، كيف تتم محاسبته؟ مثلا زي شفنا قبل ايام انه رئيس لجنه الاحتراف الاستاذ علي بادغيش طلع وتكلم في قضيه جدا يعني كانت اثارت استياء، وحتى انا يعني غرابه كثير من الناس اللي تابعوا تصريحات الاستاذ علي بدغيش حول قضيه احتجاج النصر على نادي النيران في قضيه منظوره وهذا، ومع ذلك يعني كثير من الناس طيب ايش العقوبه اللي ممكن تتخذ على شخص متطوع او شخص اعلن سبق ان اعلن انه جاء لرئاسه فزعه مع الاستاذ احمد عيد.
احنا صراحة يجب ان نتخلص من قضية الفزعات ونتخلص من قضية انه حتى ترى في 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 جانب اخر انه الوفد اللي جاء قبل فترة من الفيفا وزارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نوه وشدد على قضية انه لابد يكون فيه روابط بالنسبة للجان ولازم تكون متفرغة للعمل. طيب خليني بشكل سريع ابو تركي. انا معلش احب اصحح المعلومه بالنسبه استاذ عبد الله لما تكلمت عن الاحتراف انا اتكلم عن احمد عيد يعني ما في هذاك المشكله انه في جده وكالرياض. المعلومه اخرى يعني هذه مهمه من تحدثت عنهم انهم يديرون الاجتماع غدا وهم خارج هم من سيكون اعضاء او رؤساء لجان في المشكله في اللجنات هم من سيدرون الاجتماع. انت عندك شيء ورا ما تقوله ابو تركي؟ لا هذه مو لا بس يا ابو تركي ابغى اقول ابو جريده عندي. طب انت ضيف عندنا احنا مشاهد الرياضيه ما له ما له عندك لا خاطر لا تقول بس اوضح يعني من يدير الاجتماع هم خارج. طيب